الشعب. اسمع صوت الشعب. اسمع صوت الشعب. اسمع صوت الشعب. أول حاجة حبيت ومانيش باش نحاول نطولش عليكم، حبيت نعطي للي ما يعرفوش معناها بإيجاز سيرة القطب. القطب الديمقراطي الحداثي، القطب اليوم تم تكوينه رسميا في تاريخ 31 ماي. القطب هو عملية فريدة من نوعها في التاريخ المعاصر تاع تونس، وهو ناتج عن تجارب عاشتها الحركة اليسارية، الحركة التقدمية، الحركة الديمقراطية، الحركة التحدثية في محاولات من أجل تحالفات ديما رأي تونس كانت هي الهدف الأساسي منها. والقطب بعد هك التجارب في آخرها 2004-2009 تكون وفسح المجال من أجل إيجاد أرضية حد أدنى بين أحزاب سياسية هي طريق الوسط، حركة التجديد، الحزب الجمهوري، واليوم والحزب الاشتراكي اليساري، وخمسة مبادرات تاع مستقلين. الأحزاب السياسية هذه الأربعة والمبادرات الخمسة هذه وعدد حاشد المستقلين اللي ما همش مخرطين في المبادرات هذوما خذوا القرار التاريخي، القرار الوطني، باش يحطوا على جنب المصالح الضيقة الحزبية، المصالح الشخصية، نكرن الذات، وقرروا باش تكون رأيتهم الوحيدة مصلحة البلاد، مصلحة تونس. والمسيرة هذه برشا ناس راهنت على انفجارها، وبالمجد مسيرة القطب ما كانت سهلة. في أول المباحثات وصلنا حول طاولة النقاشات قرابة 13-14 قوى سياسية، وفي تاريخ 31 ماي تم إصدار إعلان مبادئ القطب. باش نركز على إعلان مبادئ القطب على خاطر إعلان مبادئ القطب ملخص لحوارات تمت مع الطيف السياسي التونسي بمجمله. إعلان مبادئ القطب وثيقة تاريخية على خاطر العائلة الديمقراطية، العائلة الوطنية الديمقراطية، العائلة البعثية، العائلة الوحدوية، العائلة الليبرالية، العائلة التقدمية، الطيف السياسي التونسي الكل خلى البصمة نتاعه في إعلان المبادئ. واليوم إعلان المبادئ هو الأرضية السياسية اللي نتحركوا عليها. والقطب قادم على المعركة، معركة المجلس الوطني التأسيسي على قاعدة إعلان المبادئ. واليوم باش نعطيوكم معناها فكرة على برنامجنا المجتمعي ومشروعنا الدستوري اللي هو منبثق من الأرضية هذه اللي هي أرضية إعلان المبادئ. فما حاجة أخرى حبيت نحكي فيها معاكم هي تخص مداخلات القوى السياسية. اليوم نحب نحيي بالذات القوى السياسية الأربعة هذه اللي تبلت رغم القانون الانتخابي، اللي تبلت رغم المشاكل الداخلية باش تفرض على قواعدها، على هيكلها، الانضمام الكامل في خط وطني من أجل الدفاع على مشروعنا الحداثي الديمقراطي التقدمي. وراهي حكاية مش سهلة، راهو أربع أحزاب مع بعضهم وقرروا باش يشدوا كلمتهم ويمتثلوا بها ويركزوا على نقطة من نقاط يعني المبادئ اللي كانت حول التناصف، حول رئاسة القوائم. ما تزموش تتصوروا كيف كانت المعركة هذه. معناها على ذلك نحب نرجع ونأكد على تحيتنا للقوى السياسية اللي شدت كلمتها ومارست ديمقراطيا معناها العملية من أجل تركيز 16 امرأة على رئاسة قوائم الحكم. وهنا
وهذه يعني ما كيبدينا نخدموا على القوائم برشا ناس راهت عن انفجار القطب. وحتى في العائلة الديمقراطية رفاقنا واصدقائنا في الأحزاب والقوى الأخرى كان عندهم قناعة راسخة حول انفجار القطب في تاريخ بداية تحضير القوائم الانتخابية. وكيبدينا قلنا بنجد في البيان نتاعنا في أعلان المبادئ كنا أول قوى سياسية ثنينا على قرار الهيئة العليا وزدنا عليه التناصف في رئاسة القوائم. بدينا بعض الأنبياء بدينا وقلنا كي نوصل 8-9 مقارنة للقوى السياسية الأخرى في الطيف السياسي تاع البلاد به. وفي الحوارات بين بعضنا وتعاركنا وتضاربنا وتسامحنا وتباوسنا في الأخر دائرة وصلنا إلى 16 رفيقة زميلة صديقة أخت على رئاسة القوائم. وفي صدد هذا عندي تحية مميزة مش حنعطيها اليوم للصديق للأخ جنيد عبد الجواد الناطق الرسمي في القطب اللي قبل ومش قبل سامحوني اللي من أول لحظة اقترح يكون ثاني على قائمة المنستير وترأست المرأة اللي هي رفيقة الكوري قائمة المنستير. وإحنا عنا معناها قناعة اللي الخطوة هذه على خاطر الرفيق والصديق والأخ جنيدي معناها خلق وقت اللي هي نضاليا تاريخيا حتى ما كان ينجم ينازحها خلاها المرأة مناضلة وخلاها المرأة أصغر منه في العمر ذاته. النقطة الثانية القطب الديمقراطي الحديث وبعد تشوفوها بالتفاصيل معدل السن تاع مرشح القطب 217 مرشح ومرشحة 42 سنة معناها ما فما حتى قوة سياسية في الساحة التونسية معناها عندها وجود للشباب ولا النساء كما القطب. كي تشوفوا في التلفزيون معناها صور الربيع العربي في اليمن في سوريا في ليبيا وفي الأقطار الأخرى العربية تلاحظوا أنه الدور المميز وميزة تونس هي مشاركة النساء في المسار الثوري هذا ومشاركة الشباب والقطب وفاق كلمته وشارك النساء والشباب وشباب نساء. معناها باش نقول لكم حاجة أخرى هذا كيف خاطر وعدنا وفينا بكلمتنا ونحب اليوم عندنا رمز نعرفش ما نحبوش احنا برشا رموز عشنا على الرموز والزعامات أما المرة هذه باش نتغنجوا باش ندلوا على أمل نصر أصغر مرشحة كرئيسة قائمة عمرها 24 سنة طالبة في ألمانيا بنت قفصة بنت عائلة مناضلة واليوم رمز القطب هو الأمل اللي عندنا قناعة عندنا قناعة اللي اليوم رمزية رئاسة قائمة دائرة ألمانيا مع أمل 24 سنة طالبة باش تكون هي رمز وفاء القطب لكلمته لتعهداته. وحبيت كيف نقول الوفاء هذا لإعلان المبادئ هو قبل كل شيء وفاء لشهداء الثورة وفاء للناس اللي اعطت دمها اللي اعطت صدوراتها باش المهرجان هذا والمسار اللي نعيشوا فيه يكون ممكن. اليوم القطب قطب القطيعة مع النظام البائد قطب الوفاء لشهداء الثورة وقطب البناء. اليوم لو نخصوا مسيرة القطب نحن
خطب القطيعة وتقال فينا كلام ما هو كلام، قال فينا بعرس كبار تجمع، قال فينا كلام نحن ملحدين، قال فينا كلام نحن مطبعين، قال فينا كلام ما يتقالش. ومش نقول لكم القطب كي رشح 33 قائمة حتى عضو من القطب ما تم إسقاطه. معناه هذا أول برهان وأكبر برهان عن انخراط مناضلي ومناضلات القطب في المعركة السياسية، وشرفهم شرف مناضلي ومرشح القطب ما تمس. الحاجة الأخرى حتى نقولها زاد عليها، اللي اليوم شهداء الثورة عن معاهم عقد معنوي، عن الدين، هو انه ما نخليه حتى حد يلتف على الثوره هذه. واهم حاجه انه دم الشهداء دين في رقبتنا، والدين هذا يلزم نواصل فيه، على خاطر في المظاهرات التي حشدت البلاد ولا شعار، ومش نقول الكلمه، ولا شعار ديني رفع في هذه الثوره. هذه ثورة كرامة، هذه ثورة مطالبة بالعيش الكريم، هذه ثورة حدثية بكل معنى الكلمة، ولن نسمح لأي قوة سياسية ظلمية أو رجعية أن تلتفع الثورة. إحنا اليوم مناش في صدد النقاش على تشريك أو لا تشريك، كلنا توانسة، والإقصاء اللي صار أيام بن علي والحداثة الفوقية التي فرضت على الشعب التونسي رفضناها وسنرفضها اليوم. اليوم نحن في صدد بناء مشروع حداثي ديمقراطي يشارك فيه الجميع، وتكون حداثة مواطنية بكل معنى الكلمة، لا تستعمل سياسيا لإقصاء هذا الطرف أو ذاك، ولكن نحن في نفس الوقت نريد الوضوح. مشروعنا واضح، وفي العائلة الديمقراطية القطب الديمقراطي الحداثي، القطب يناضل من أجل الوضوح السياسي الكامل. اليوم لا مجال لفسح أي إمكانية حول تحالفات لاحقة، ونقولها علنا، القطب الديمقراطي الحداثي لن يشارك في حكومة وحدة وطنية إذا شارك فيها تيارات ظلمية. القطب الديمقراطي الحداثي اليوم موقفه واضح، نحن مع تشريك كل القوى السياسية بدون استثناء، ولكن على قاعدة الوضوح السياسي الشامل والكامل. مش نحب نطلب منكم قبل ما نعطي الكلمة للصديقة والرفيقة هيفا اللي تفسر لكم عليه كمواطنة بعد ثورة 14 جانفي قررت التحقق بالقطب وتعبر عن إحساسها اليوم في هذا المسار. أطلب منكم معناها الوقوف إجلالا في ذكرى شهداء الثورة، دقيقة صمت في هذا. القطب الديمقراطي الحداثي قلت لكم مكون من 4 قوى سياسية ومن طيف واسع من المستقلين. أحد الأحزاب الأساسية التي من أول يوم دافعت وناضلت من أجل قيام هذا القطب وهذا التحالف الديمقراطي كانت حركة التجديد. وحركة التجديد اليوم معناها حزب له دور أساسي في ديناميكية القطب. واليوم حبيت نذكره معناها رحيل الرفيق المناضل محمد حرمل اللي لعب دور تاريخي في حركة التحرر الوطني التونسية والمعركة ضد الاستعمار،
ولعب دور نضالي مهم بعد الاستقلال، وحبيت كيف كيف معناه يكون ثم دقيقة صمت إجلالا لروح الرفيق والصديق المناظر محمد حرب. كلمة الصديقة والرفيقة هيفا، عندي ملاحظة صغيرة، خاطر برشا منكم تشجعوا اليوم للدوائر الانتخابية متاعهم وباش يثنيوا الركبة وباش يضمنوا للقطب انه يكون عنده كتلة حاسمة في المجلس الوطني التأسيسي، ويكون القطب الرقم الصعب في المعادلة السياسية التونسية. الأيام هذه فما شعارات قالت ترفع في العائلة الوطنية، في العائلة الديمقراطية، والشعار الأساسي هو الصوت التصويت المفيد، لو فوت اوتيل. القطب المسيرة متاعو ماهي سهلة، تكوين القوائم القطب كان صعيب، وتحالف سياسي ما بين 9 أطراف هو عملية فريدة من نوعها. وخذينا القرار باش ناخذ وقتنا باش نحترموا آراء التسع أطراف اللي كوت القطب. القطب بدا يتحرك وبدا نفوذه وبدا تتنعمش الأمور، ومع بروج موقف القطب بدات قوة سياسية نتقاسموا معاها قيم مجتمعاتية ترفع شعارات التصويت المفيد. لو فوت اوتيل معناها صوته، معناها لنا واحنا مع القطب ما عندنا حتى مشكله. في 24 اكتوبر نتلقاو معاهم القطب هذوما جماعه عندنا قيم مشتركه، والتحالف مع القطب قضيه محسومه. معناها اليوم صوتونا احنا كبار العائله الديمقراطيه شغل باز على قاعده التصويت المفيد لو فوت اوتيل، والقطب ما عنده وين يهرب مع بعضنا احنا في 24 اكتوبر. هذا فخ القوة الديمقراطية والتقدمية دفعته باهظا تاريخيا. لو فوت اوتيل التصويت المفيد هو لصالح القطب. اليوم الديمقراطيين التقدميين الوطنيين اللي يحبوا بلادهم وحبوا يضمنوا مسار ديمقراطي واضح خارج عن الزيادات، سمحني المزيدات، وخارج على نعطيك هذه نسيبك هذه عديلي هذه، يلزم يضمنوا للخط الديمقراطي للخط التقدمي كي معناها ضمانة لا جدال فيها. أي يلزم تكون كتلة القطب في المجلس الوطني التأسيسي يكون عندها دور فاعل وتضمن انه القيم والاهداف اللي نظلنا من اجلها ستحترم في المجلس الوطني التأسيسي بداية من 24 اكتوبر. قوة القطب هي ضمانة لكل الديمقراطيين باش نكونوا قادرين على فرض احترام خيارات. اليوم في القطب ما عندناش مشكلة زعامة على خلاف قوى ديمقراطية أخرى. مش القطب اليوم نكرنا الذات وقضية محسومة، لذلك صوت للقطب. وخليناش صوت القطب باش تضمنوا للعائلة الديمقراطية التونسية وللشعب التونسي كتلة برلمانية ستدافع على خياراتنا الحداثية التقدمية. الفوت اوتيل التصويت المفيد اليوم هو الخطر الأساسي اللي يجب نواجهه. اليوم يلزم في كل الدوائر الانتخابية، في الرحبات على سواق الكل، في ديارنا، في التظاهرات تاع القطب، يلزم اليوم قعد في يدنا شهر. الشهر هذايا شوية وبرشا في نفس المسألة. دونك
نطالبكم كأصدقاء للقطب كمدربين للقطب تنخرطوا في المعركة هذه. هذه معركة مصيرية، ما هيش معركة سياسية بالمعنى الضيق للخط، هي معركة مصيرية. ويلزم اليوم العائلة الديمقراطية بفضل وجود كتلة حاسمة للقطب في المجلس الوطني التأسيسي توصل وتسن هكا الدستور الديمقراطي الحداثي. بدون وجود كتلة للقطب تكون لها دور حاسم، المسار الديمقراطي في خطر ومهدد، لأن القطب وفاد كلمته ولحد اليوم التعهدات الكل اللي خذاها ما تراجع لحتى واحد فيها تحت أي ذريعة. لذلك نطلبوكم باش تكونوا سفراء القطب في الريف، في المدن، في أماكن الشغل نتاعكم، باش شعار القطب اللي هو الدفاع عن رؤيتنا الحداثية التقدمية الديمقراطية لمجتمع تونس تكون هي اللي تعطي للعائلة الديمقراطية المجال باش تسن هكا الدستور الديمقراطي الحداثي. ويرحم والديكم وإن شاء الله مربوحة.